حياتي حبيبي انت وابو ولادي عشت عمري انا مستنية لولو يسعد قلبي ليه بنوتة احلى من الشوكولاتة واحدة واحدة كده تاتا تاتا كنا اتنين وبقينا تلاتة صبرك بقى والصبر جميل اه يا ليلي يا ليل 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 سكتك همشيها معاكي مش هسد وداني وراكي مسؤولية انا فيها وياكي اه يا ليلي يا ليل اسمعي لان كلام له معنى ده احنا بنسستم ايامنا ارتاحي لاجل ما يرتاح بالنا اه يا ليلي يا ليل لآخري وفي حياتي حبيبي انت وابو ولادي عشت عمر انا مستنية لولو يسعد قلبي يا ليل بنت احلى من الشوكولاتة واحدة واحدة كده تاتا تاتا كنا اتنين وبقينا تلاتة صبرك بقى والصبر جميل اه يا ليلي يا ليل ليلي ليلي يا ليل كل حاجة بنظام مفيش كلام اهم حاجة صحتك تكون تمام لازم ترتاحي كده كده بشوش حرام الطفل محتاج مننا الاهتمام يربيه نفرح بيه بعدين نبقى نفكر نخاويه قالوا في التأني السلامة مش قبل ما يروح الحضانة اه يا ليلي يا ليل 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 بتنظيم الأسرة تدوم المودة وتحلى العشرة اعملوا زي مي ومحمد وزوروا عيادة تنظيم الأسرة.